السلام عليكم أيها الرائعون، هذه تحية خاصة مني إليكم. يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي الشريف، سائلا المولى العلي القدير أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله، وأنتم ونحن في أحسن حال، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير وانتم واحبتكم بكل خير، ويجمعنا واياكم مع الحبايب.